فلاش كلاش، انت اتأخرت على الحلقة. انا جاي اهو يا امير في الطريق، انا بجري باقصى سرعتي. بصوا يا جماعة، كل الناس اللي انا قابلتها عايز تعلم في اكس للأسف بتيجي في لحظة وبتتوه، ان ما تعرفش تبتدي منين وما تعرفش الموضوع اول من اخره. وطبعا مع انتشار الكورسات وانتشار الحلول السريعة والمعلومة في كبسولة، ده ادى للناس ايحاء ان هي اتعلمت حاجة هم مش مدركين ابعادها ولا مدركين تفرعاتها قد ايه واساسا اصلها ايه واستخدامها ايه. النهاردة هنتكلم عن كل الاقسام المتنوعة للفي اف اكس ومزجوهم مع بعض، وكل حاجة مودية على فين، وايه اللي انا محتاجه في كل تخصص عشان اتميز. اهلا بيكم في برنامج الوسط. ابتدي منين ولا ابتدي منين؟ روتو ولا كومبوزيت؟ 3D ولا مايا؟ سينما 4D ولا بلندر؟ انا شخصيا ارشح لكم ار بي الانجن دي اخر حاجه. السؤال اللي دايما بيطرح نفسه، اعمل ايه عشان ابقى شغال في الخدع السينمائيه وفي نفس الوقت يبقى ليا مكانه وسط السوق؟ لان زي ما انتم عارفين كل سوق جديد بيتفتح بيبقى فيه منافسين، بس خد بالك كتر المنافسين ده معناه ان انت لازم تشتغل على نفسك اكتر ولازم دايما تتعلم الجديد عشان تواكب. خلينا نلخص لك الموضوع باختصار. الموضوع كله متقسم خانات، وكل خانة التراكم بتاعها بوابة لخانة تانية. ما فهمتش، خلينا اوضح لك اكتر. كلنا عارفين ان الجرافيكس اوله التو دي، ده الدارج. التو دي ده بقى مقسوم ثلاثة، يا اما فيكتور ديزايننج، يا اما سوشيال ميديا وادفيرتايزنج، يا اما براندنج وطباع. كل باب من الابواب دي او كل سكيل انت بتطور نفسك فيها بتديك فرصه انك تتعمق اكتر في عالم الفي اف اكس. يعني مثلا لو انت شاطر في الفيكتور ديزاين يبقى انت عندك فرصه حلوه جدا ان انت تتطور في الانفوجراف، وان انت يبقى ليك اعمال حلوه وتتعلم الانيميشن بتاعها وتطور من نفسك. غير لو انت مثلا بتحب في الفوتوشوب المانيبيليشن وبتحاول تعمل تصاميم، ده بيوديك اكتر ناحيه الكومبوزيت وشغل السينما اكتر وشغل الخدع السينمائيه. ان انت مثلا يبقى عندك مدينه كل اللي متصور فيها اوضه، وانت مع الجرافيكس ومع الفيجوال ابتديت تحط لايرز المباني، لايرز السماء، لايرز الشاشات، لايرز ابتديت تتوسع. ده المات بينتينج. اما بقى لو كنت بترسم، هنيالك يا معلم، الNFT جاي وهتعدي. باختصار، كل ما انت بتزيد درجة في الفي اف اكس كل ما ده بيزود عندك الخبرة وبيزود قيمتك وسط الناس اللي شغالة، وكل ما قيمتك زادت كل ما الاحتياج ليك زاد، بناء عليه فرصتك في ان انت تنافس وتحافظ على نفسك في المجال هتزيد. بس لو ما قدرتش تطور من نفسك، خد بالك ان في حد لسه جاي عايز تقلب. وفي ختام الحلقة بقول، اللي بيدور على فرصة عمل او فرصة تدريب في الـ VFX كورد ديجيتال بتقدم له ورشة في تعليم خطوات الـ VFX وصناعته، وفي نفس الوقت تقدر تتواصل معانا من خلال الرابط اللي في الديسكريبشن بوكس. نشوفكم على خير وانتوا دايما متواصلين.